السلام عليكم، يا ريت بس لو أكدوا لي إن الصوت واضح. واضح. خلاص تمام. طب معلش، طبعا احنا انا حاولت اخدمكم واستخدم التليميت بحيث انه يسهل علينا الامر، ولكن ما في خاصية التسجيل. حاولت أسجل أنا كمان ما زبط، فبذلك يعني ما بينفع غير أستخدم برنامج الزوم. لو عندكم التيمز كان أفضل، بحيث إنه ما نضلناش نطلع وندخل مرة أخرى، ولكن مع ذلك خلاص حنلتزم في الزوم. أفضل الكل بده يتعامل مع الموضوع هذا بإذن الله. خلينا بس نعملكم ما تشتغلوا، تفتحوا الشاشات. طيب الآن إحنا بس بدي اللي بده يشارك يرفع إيده. خلينا نبدأ في بداية الأمر، نتذكر مع بعض المواضيع اللي حكيناها. حكينا عن الأفعال المساعدة، خليني أشارك معاكم شاشة. حكينا معاكم عن التنسز بشكل عام، حكينا عن الأفعال وأنواعها الثلاثة. مين ممكن يقول لي إيش أنواع الأفعال اللي حكينا عنها؟ يرفع أو ترفع إيدها. في حد فاكر أفعال؟ لأن المرة القادمة السبت القادم حيكون عندكم اختبار. ألا ألا أول واحد present simple و past simple، present continuous، past continuous، past perfect، present perfect. تمام، هذول التنسز يا لا، أنا بحكي عن الفيربس، أنواع الفيربس كانوا ثلاثة، أنواع فاكراهم؟ ال verb auxiliary verb and full verb and model auxiliary verb. تمام، يبقى auxiliary verb، model auxiliary verbs and full verb. أوكي، شكرا يا لا. كمان حكينا عن الأوكسيلري فيربس مع التنسز، وحكينا عن النيجاتيفز والكويشنز والشورت أنسرز. خلينا الآن بدنا ناخذ أسئلة. كيف ممكن يجي عندنا الاختبار الكويز لهاي الأسئلة أو لهاي الأزمنة؟ هيا نخرج من الشاشة ونشارك شاشة أخرى. أوكي، يجي الأول سؤال عندكم، واضح هيك الشاشة أكيد؟ تمام، في صوت يا إيمان؟ الصوت واضح يا إيمان، بس خليني أتأكد. إذا أول مرة أنت تحضري أكيد فيش صوت، في ناس فيش عندها صوت. طيب الآن بالنسبة اللي ظهر في الصورة عندكم، اللي هو أسئلة على زمنين، مين بعد إذنكم بس تقرأ لي السؤال، عنوان السؤال؟ بدي بالسرعة يا جماعة. تسنيم، يلا يا تسنيم.
complete the sentences with the correct present symbol of a present continuous from of the verb. تمام يبقى من السؤال وهذا مهم جدا بكرة في أي اختبار نقرأ أنا عنوان السؤال complete the sentences with the correct present simple or present continuous form of the verb. يبقى عندي أنا بدي أستخدم زمنين يعني واحد من الزمنين هذولا اللي هو ال present simple وال present continuous. ففي المثال الأول عندي she hasn't got a car so she doesn't drive to work. قاعد بحكي عن عادة وهنا حقيقة إنه أو يعني statement إنه هي ما عندها سيارة فبالتالي ما بتضيع ما بتسوق للعمل فاستخدمت ال present simple. طيب خلينا نشوف الجملة الثانية كيف ممكن نستخدمها. نشوف وصال. يلا يا وصال. نمبر 2. وصال نمبر 2. وصال بتضلها تسكر المايك. نعم نعم نعم. Yes, number two. What eat you usually for lunch on Sundays? الآن إيش الزمن اللي بدنا نستخدمه هنا؟ Present simple. Present simple. أنا قاعد تقول لي on Sundays يعني في أيام الأحد. إيش يعني هذا عادة. كل أحد. كل أحد. تمام ايش الزمن اللي هستخدمه present simple طب ايش الجواب حيكون مع الفعل eat هنا سؤال يعني بدي فعل مساعد do what do you yes بالضبط what do you usually eat فبصير عندي هاي بكل بساطة do وهنا eat وبصير عندي الجملتين هذول بالشكل هذا Thank you يا وصال شكرا ليلي خلينا نشوف طالبة ثانية طبعا في عندي سحر سحر ابو مهادي سحر سمحنا لك يا سحر تحكي Does your cousin work for a company in Milan? Present simple. The present simple. طيب إيش اللي هتستخدمي هنا؟ Does your cousin work for a company? وهيك هي جاوبت كمان سؤال برضو بكل بساطة. الأمر كمان مرة بسيط. زي كده حيكون. في الأسئلة الاختبار خلينا نروح على سؤال شوية هيك أجمد من الأسئلة السابقة ففي عندي مين بدها تجاوب خلينا نشوف تسنيم يلا يا تسنيم تسنيم السؤال الأول هل هتختاري do you know are you knowing ولا have you known تسنيم طب وصال واضح الصوت واضح الصوت يا تسنيم بس يلا قولي تمام do you know أو are you knowing أو have you now هي do you know تمام يبقى are you knowing ولا have you known ولا do you know هي do you know ليش طيب لأنه هان نو من أفعال الشعور هذه دائما بتيجي مع البريزنت سيمبل بالضبط وهذا كمان حناخده في المحاضرة القادمة إن شاء الله تمام
الآن في عندكم عدة أسئلة، طبعاً حيجي منها اختبار القصير يوم السبت، يعني لو حليتوها قبل بتكونوا مرتاحين إن شاء الله، لأن أنا بس شايف تنين تسنيم ووصال فقط اللي رفعت إيدهم يجاوبوا. أسئلة بسيطة. مين يحل لنا هنا نمبر 3؟ هذه قلنا هي الجواب تبعها. هنا بس بنحل أسئلة بشكل سريع عشان نبدأ في درسنا اللي هو بخص قطعة الريدنج والكلمات. غير وصال وتسنيم. البقية يا جماعة إيش بيعملوا قاعدين؟ أمل كوارع أو مكاوي، سوري، أمل مكاوي. أيوه. تفضل يا أمل. إيه هز أمل ليفز lived ولا lives ولا is living in married for 40 years lives صح؟ lives. طب مش عندي lives. في lives. طب مش عندي for 40 years for... بحكي عن شيء في الماضي يعني. His family lived. lived. His family lived. أيوة هيك تمام. lived. شكراً يا أمل. طيب خلينا نشوف الآيفون. يا ريت يا جماعة تدخلوا بأساميكم يعني عشان لما أنادي عليكم أعرف إيش أنادي يا آيفون. الآيفون مش راضي يحكي. يا بنتي اختاروا اي واحدة من هدول وحلوها، بدي اشوف انا بشكل عام كيف الامور. اضغط على المايك، اضغط على المايك حب بيفتح. انا سمحت لك هيني، لما اسمح لك مسموح لك تفتح الان المايك من تحت على الشمال. تمام. ما زبط. أنا سمح لك إنه تحكي. طب خلينا نشوف سحرهم هذه. How long have you been waiting for the train? How long? How long have بالضبط present perfect continuous عشان ايش موجود عندي؟ How long? How long؟ تمام. Thank you يا سحر. الآن الأشياء هاي يا جماعة طبعا قد يبدو إنه ما أخذناها المرة القادمة الماضية، ولكن يعني هي بشكل عام زي مراجعة لكل اللي أخذته حتى في الأسئلة. فالمرات القادمة حنشرحه بشكل تفصيلي أكثر. طبعا هنا في عندكم عدة أسئلة ممكن كمان تستعينوا فيها، ونزلت لكم حلول الأسئلة الخاصة بالجرامر اكسرسايز الموجودة على الموديل، نزلت حلولها. الآن خلينا معلش عشان الوقت نبدأ في محاضرتنا بشكل رسمي، وبعد ما نخلص المحاضرة بنزلكم إياها على الموديل بإذن الله. طيب بداية واستكمالا للنقاط اللي ناقشناها المرة الماضية، اليوم حنبدأ ونشوف الريدنج. Welcome to our world. نشوف قطعة تحكي عن الموضوع هذا. نشوف كمان الفوكابيولاري. What's in a word. حندرس الميننج. The pronunciation. The word formation. والwords that go together.
والkeeping vocabulary records. هدول كل أشياء حنتطرق إلها اليوم إن شاء الله بالتفصيل. أول حاجة بلزمكم يا جماعة يكون عندكم القاموس هذا عشان يساعدكم في أي كلمة أو شيء يكون صعب معاكم، فبدكم تنزلوا هذا القاموس. لو كتبتوا على المتجر سواء جوجل بلاي أو الأب ستور ديكت بوكس وعربي بيجي معاكم هذا القاموس، بترجم لكم أي كلمة وبسهل عليكم كثير، ترجمته حلوة وكلماته ممتازة، فبنصحكم إنه يكون معاكم. بالنسبة لقطعة الريدنج أول شيء خلينا هنا نفتح القطعة تظهر لنا شاشة ثانية لنعمل شير. طيب في عندي الوحدة الأولى نجي على قطعة الريدنج، في عندي هنا قطعتين طبعا موجودين عندكم في الكتاب نفسهم، فمعاكم الكتب أكيد، أكدوا لي في المحادثة إنه معاكم الكتب. في المحادثة بس بشكل سريع أكدوا لي، تمام، افتحوا لي على الكتاب في قطعة مش عارف خلينا نتأكد لكم بس الصفحة كم بحيث إنه إحنا نكون ماشيين بشكل سلس. تمام صفحة 10 و11 طبعا في الجهتين، احنا حناخد واحدة منهم بحيث انه يفهمكم ايش نمط الاسئلة اللي ممكن يجي وبأي طريقة. ظاهرة عندكم الان الشاشة، تمام الان خلينا نشوف the camus from Kenya، نشوف العيلة هاي من كينيا. في عندي Boniface and his wife Pauline. في معلومات كثيرة هنا ما هقرأها أنا نهائي ولا أنتم هتقرأوها، بدنا نغير فكرة كيف أنا بدي أجاوب على الأسئلة هاي، بمعنى كيف أقول لكم إنه بدي أطلع فقط على الأسئلة وبعدين أروح أجاوب أدور في القطعة على الإجابة. مثال نروح على التاسك ونشوف، هاي أول سؤال اللي عندي true or false، خذوا سكرين شوت من الأسئلة بحيث إنه إحنا الآن نرجع على القطعة ونقعد نجاوب فيها. ممكن أنا أعمل لكم أول واحدة بحيث إنتوا تعرفوا كيف تشتغلوا في المرات القادمة. يعني لو أخذنا مثال الجملة الأولى بتقول the Camus live in a small house in Nairobi، تمام؟ بدنا ناخذ الجملة هاي ونرجع فيها على القطعة. هاي to the text كمان مرة، الجملة كانت بتقول the Camus live in a small house in Nairobi. لو دورنا هنا، هنا ايش قال؟ Boniface and his wife Pauline live in Ongata Rongay a small town near the capital.
يعني هل هي كانت small house؟ لا، وإنما small town. تمام؟ فبالتالي ممتازة يا بنان، بتطلع الإجابة، تطلع الإجابة false بكل بساطة. خلينا نرجع الآن للتاسك وبنحط هنا وبنحط هنا false. الآن بدي بنفس الآلية تدوروا على الإجابات هاي، هعطيكم من كتابكم طبعا، هعطيكم فقط دقيقتان تدوروا على الإجابة وتيجوا تقولوا لي ايش هي. الآن معكم دقيقتين، يلا. بلاش نكتب في الشات بوكس الإجابات غير لما أطلب منكم. يا إسراء، في صوت، في ناس مش منتبهة معنا أصلاً، ونحن حكينا في نشاط تعملوا الآن. تمام، ريال وإسراء، تفضلي 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 يلي حكيتي. دكتور لو سمحت ممكن ترجع القطعة؟ أرجع القطعة؟ نعم. ما هو المفروض معك الكتاب عاد يا وصال. طيب، هي القطعة ظاهرة. خلينا نشوف السؤال الأول. السؤال الأول بيقول Boniface drives an old car. هل هو بيسوق سيارة قديمة؟ وكيف عرفنا لو صحيح؟ مين يجاوب لي إياها؟ من القطعة؟ نو شروق بتقول لا، هو ما بيسوق سيارة قديمة. فولز. طب إيش رأيكم يا جماعة لو قرأنا القطعة الثانية؟ Their home is a two-bedroom apartment, one of 20 in a single-story block. Boniface works as a taxi driver. At the internet, قربنا نصل، طالما هو سواق في سيارة. Each morning, he leaves home at 4:30 a.m. in his white Toyota, cracked white windscreen, 200,000 miles on the clock. سيارة ماشية 200,000 ميل على الساعة، وإزاز الشباك مكسور أو مشرخ. إيش رأيكم؟ هذا حتكون new ولا old؟ old. يبقى true or false؟ true. نرجع للتاسك وبنحط true. Number three, Boniface has never been abroad. What do you think? إيش رأيكم؟ عمره ما طلع برا. من النص، يلا. عمره ما سافر يعني. مين يحلها معانا يا جماعة؟ صح، تمام. لو لاحظنا هنا even though I have never been outside كينيا، رغم ان انا عمري ما خرجت برا كينيا، ولكن قال انا I get some experience of the world، في عنده خبرة عن العالم، فبالتالي this is true.
صفحة 10 يا فريال. Boniface works long hours, but Pauline does not have a job at the moment. يعني Boniface بتشتغل ساعات طويلة ولكن sorry بيشتغل ولكن Pauline doesn't have a job at the moment. لكن Pauline اللي هو زوجها أو زوجته ما عندها شغل في هذه اللحظة. إيش رأيكم؟ True or false؟ لا هاي الأسئلة مش موجودة في الكتاب يا جماعة، هذه أسئلة من عندي من برنامج معين. آها في ناس بتقول خطأ، في ناس بتقول true. True، إسراء بتقول true. والإجابة صحيحة هي true. Pauline is a dressmaker. هي صح وظيفتها صنع الملابس but isn't working at the moment. ما في عندها وظيفة في هذه اللحظة. وكمان بدنا نروح نشوف Boniface. طبعا من الأول هو قال إيش قال؟ The weekend is often the only time Boniface sees Joyce and Sharon. فقط يوم نهاية الأسبوع بيشوف أولاده. يبقى هل هو بيشتغل لساعات طويلة ولا ساعات قصيرة؟ فأكيد في عنده عمل بشكل كبير. ولو جينا على القطعة الثانية هنا، خلينا نعمل لكم drawing. شايفين هذا الـ 4:30 p.m. والـ 10 p.m. هو بيطلع الساعة 4:30 صباحا وبيرجع الساعة 10 مساء. ف this is a long time. عشان كده he works for long hours. بيشتغل لساعات طويلة. فنيجي للجزئية هاي. هنا true قلنا. Boniface spends a lot of time with his children on weekdays. طب تو لسه حكيناها، هل هو في الويك دايز بيقعد معهم ولا الويك اند؟ الشات بوكس يا جماعة استخدموه. خطأ، تمام. يبقى هذه فولس سنتنس. ولو عملنا تشيكينج للانسرز كل اجاباتنا صحيحة. هاي سؤال من الاسئلة اللي احنا ممكن نواجهها. خلينا نشوف نوعية ثانية من الأسئلة. شوية بس. أوكي. في عندنا سؤال ممكن يكون على نفس القطعة. خلينا نشوف task 2. لا مش هذا السؤال، على الجزء الثاني من القطعة. هذا هو. أوكي، هاي الجزء الثاني من القطعة. في عندي أسئلة بدي أكملها. When Pauline and Boniface first got married. من القطعة اللي تحتيها. They. هل هم lived in a nice house ولا didn't live in a nice house؟ هل هم a house؟ هل هم عاشوا في بيت جميل ولا ما عاشوا في بيت جميل؟ هين نرجع للنص ونشوف هنا. لو قرأنا أول جملة حنلاقي الإجابة. إيش الإجابة بتقول؟ استخدموا يا جماعة الشات بوكس كمان مرة. معلش أنا مش ظاهر عندي حاجة. أمم
اوكي lived. طب ما انت بتقوله ايوه بالضبط. اها lived in a slum. طب هل slum هو مكان nice place يعني حيكون nice house؟ No, يبقى didn't live. يبقى الجواب حيكون didn't live. وبنفس الآلية احنا بنحل باقي الأسئلة. فلو اجينا للتاسك هنا وقلنا didn't live. معلش هذا مغلباني. Okay. Didn't live. Boniface feels about money. من القطعة يا جماعة إيش رأيكم؟ كيف بيشعر حوالين يعني عن في المصاري؟ هل بيشعر بالراحة ولا ستريس بيكون متوتر؟ إيش رأيكم؟ ستريس. ممتازة يا إسراء. ستريس. طيب. Number three, Pauline and Boniface think that is important for their children. إيش المهم اللي بيعتقدوا لأطفالهم؟ Education ولا working hard؟ العمل بجد ولا التعليم المهم لأطفالهم؟ Education. أها. الناس بتجاوب معايا بسرعة ممتازين. The family wants to move to a bigger. House ولا apartment؟ وفي فرق بين house و apartment. House بيت، أما apartment شقة. House. تمام. The last one. Pauline wants to start her own. بدها تبدأ. إيش؟ عملها ولا مدرستها الخاصة فيها؟ اها هير بزنس. هير بزنس. خلينا نعمل تشيكينج ونتاكد انه اجاباتنا صحيحه. كل اجاباتنا صحيحه. تمام. بهيك احنا بنكون خلصنا الجزئيه الاولى من قطعه القراءه. خلينا نوقف اللقاء ونرجع تاني على نفس الرابط بحيث انه يكون مسجل. تمام. بس بسرعة يا جماعة يلا يعطيكم العافية. ألقاكم خلال 10 ثواني. تمام. سمعيني يا جماعة، أكدوا لي في الشات بوكس كمان مرة إنه الصوت واضح والأمور تمام. تمام. الآن في الجزء الثاني من المحاضرة حننتقل في عندكم في الكتاب كلمات بده إيانا نستخدم هذه الكلمات ونوصلها مع معانيهم اللي ظاهرة أمامكم. لو إجينا للكلمة الأولى يا ريت بس لو نرفع إيدينا. في عندي single story، في عندي cracked، في عندي dressmaker، في عندي slum، stressed، communal. نوصلهم مع معناهم يا جماعة. في ناس ناوية ترفع ايدها ولا كيف النظام؟ ولا حدا؟ حتلاقوه في غالبا في 10 ما بعرف. خلينا نشوف إسراء. تفضل يا إسراء. إسراء
سمحت لك يا إسراء تحكي. طيب صحر. Single story with only one floor. أها single story يعني طابق واحد، فبتكون لو جينا هنا من القطعة هيا single story block يعني مبنى ذو طابق واحد. فبنرجع بنعمل زي كده تكون الإجابة. شكرا يا سهر. بدنا الثانية cracked windscreen. قلنا cracked windscreen هيها، فايش حتطلع الإجابة؟ broken. فنعمل بنوصلها مع broken. okay. dressmaker. someone who makes clothes. someone who makes the clothes. وتو برضو حكيناها في المحاضرة، بس خليني أمنعكم من إنه تحكوا من غير ما ترفعوا أيديكم. yes إسلام. في عندنا مين؟ طب خلينا نشوف إسراء كمان مرة، إسراء مصرة بدها تجاوب. إسراء يا إسراء يا تسنيم. طيب بلاش إسراء، تسنيم سمر اسلام اللي هي an old house in bad condition. اها an old house. قال لك we live in a slum not a nice house، فيطلع old house in a bad condition يعني اللي هي اماكن الفقيره. اوكي خلينا بس نشيل annotations. اوكي ستريسد يا جماعة، مين من ستريسد؟ في عندنا ملك صباح. ملك صباح كلهم عرفوا ستريسد. ورد ستريسد ورد. اها very well done. ستريسد about worried about قلقان. communal shared by a a group of people. Shared by a group of people. The toilets are communal. One for every four families. يعني واحد لكل أربع عائلات، فبالتالي هذا شيء مشترك. Shared by a group of people. Okay. الآن في جزئية تانية من الكلمات من قطعة المقابلة إلها، واللي هي alleyways, close knit, cherished, demolition, frail, fugally. طبعا شوية الكلمات صعبة، بس برضو خلينا نرجع للقطعة. لما أجي أقول the family have lived in their house، طيب it is in one of the capital's ancient Hattan أو Hattang alleyways. إيش حتفهموا من الجملة هاي يا جماعة؟ إيش يعني alleyways؟ العائلة بتعيش في منازل بين ممرات ضيقة. narrow lanes between buildings. تمام، فيا إيمان إيش حيكون الجواب هنا؟ narrow lanes between buildings. ممرات ضيقة بين المباني. شكرا. خلينا نشوف close knit. صفة طبعا هنا جاية، واللي يقول close knit families and warm hospitality، يعني في عندهم إضافة يعني هيك جيدة جدا وممتازة لطيفة. والclose knit family يبقى إيش حيكون معناها؟ في بناتهم love and caring. لا لا لا، في عندهم قرب واهتمام. ما أنا حكيت في عندهم استضافة أو يعني استضافة لطيفة، زي ما خلينا نقولها بطريقة أو أخرى. طب خلينا نشوف cherished.
يسرى أبو شويش. يسرى طب مين حابة تجاوب؟ أنا يا دكتور. طب يلا يا إيمان. It cherished, loved and tree shared. يعني أسلوب حياة محبب أو لطيف هيك. تمام لو جينا ها. It is a way of life cherished by. يعني معزز زي ما بنقول. Loved and treasured. هيك معزز محبب محبوب. نمط الحياة هذا فأنا حابب أستخدمه. طب demolition. شروط المدهون. شروق المدهون طب أمل كوارع أو مكاوي مش عارف ليش مركز على كوارع أمل برضو طب. أنا يا دكتور أنت يا ملك demolition knocking down building knocking down buildings هو يعني هنا said to be next for demolition their house يبقى بدهم يدمروا بيتهم ايوه انهدم او تدمير تمام شكرا يا ملك frail وجينا قلنا she is 84 and frail 84 يعني شخص جد انا يا دكتور 84 ايش حيطلع لو سمحت احكي لا نسمع بدنا نسمع علاء يلا يا علاء Weak and unhealthy. Weak and unhealthy. ضعيف وغير صحيح. Fugly. أنا يا دكتور. مين أنت أمل؟ أنا. لا في حدا تو حكى قبلك. أمل مكاوي أعتقد. اللي قالت أنا تفضلي. خلاص الجواب أنا وريح راسي تسنيم يلا تسنيم أقول أنا يا دكتور يلا يا ملا يا دكتور أنا ساعة بس economically if you قال إيش دكتور بس الكلمة الأخيرة غلط صح كيف غلط افرقلي هلا كتبتها غلط في ار بعد الاف في ار قبل اليو صحيح صحيح بس هنا مكتوبه غلط هي هنا في اخر شيء مصححه تمام فروجلي ايش قلتوا ايكونوميكلي تمام الان في كل سلايدات غلط اها طب خلص تمام هي مصححة في آخر سلايد بصححها في السلايدات وخلصنا تمام الآن خلينا ننتقل للجزئية الثانية واللي هي يا جماعة الـ part of speech زي ما أنتم عارفين الـ part of speech هو عبارة عن أقسام الكلام في عندنا nouns أسماء pronouns ضمائر verbs أفعال adverbs أحوال adjectives صفات conjunctions أدوات ربط prepositions حروف جر والinterjections واللي هم عبارة عن أدوات تعبير عن الدهشة والأشياء هاي بنقول عنهم interjections في الفوكابيولري اليوم حنتعلم الميننج كيف بدنا نعرف المعنى ركزوني في الجملة الموجودة عندكم Is ugly a real word؟ هل كلمة ugly يا جماعة كلمة حقيقية؟ بإمكانكم تستخدموا التشات بوكس عشان أنا أشوفها ugly يا جماعة إيش معناها؟ هل هي كلمة مش معناها هل هي كلمة حقيقية؟ لا هذيك ugly يا أمل هذه ugly على العموم ايوه بالضبط يا ايمن انه ما في إلها او هي مش كلمه حقيقيه اصلا تمام نو
فطب هل هي اسم ولا صفة ولا فعل؟ بغض النظر ان هي كلمة مش حقيقية، هل هي اسم فعل او صفة؟ صفة، لانه لما قلت I always have an agi for lunch، لا مش صفة طبعا، انما ايه زي ما حكت مروة اللي هو اسم، لانه يا جماعة اجا قبليها الارتكل هاي وما فيش صفة قبلها، فبالتالي هي اسم فناون. طب كيف عرفنا انها ناون؟ زي ما حكيت لكم من الارتكل، وما فيش لم تسبقها هنا تيجي بيناتهم كلمة عشان نقول عنها غير هيك، فهي تعتبر اسم. طب هل هي معدود ولا غير معدود؟ برضو من الارتكل، ايش رايكم؟ هل هي countable or uncountable، معدود او غير معدود؟ معقول غير معدود وبنستخدم معاه an؟ معدود، تمام ممتازين، معدود. طيب فهي countable لانه استخدمنا معاها الارتكل an. What could it mean؟ طب ايش رايكم ايش معناها لما اقول I always have an agi for lunch؟ ايش معناها؟ هل هو شيء يشرب ام يؤكل ام ممكن العب فيه او ممكن اكسره؟ ايش رايكم؟ What could it mean؟ طعام، ها something to eat، probably a type of food، نوع من انواع الطعام. فعندي كلمه هنا بقول لها agi is used as a verb or an adjective or a noun or an adverb. بدكم تحددوا في الجمل الموجوده امامكم الان، هل كلمه agi فعل ام صفه ام اسم ام حال؟ حددوا لي في الجمله الاولى old and ugly ايش هي؟ صفة. تمام تمام صفة. طيب كيف عرفنا انها صفة؟ عن طريق انه سبقت ب old. تمام الجملة الثانية my grand I'll ugly it forever. I'll agi, I will agi it. في عندي will أجا وراها إيش؟ فعل، تمام فعل ممتازين. شفتوا كيف حددت؟ لأن هذا بكرة بختبركم فيه بنفس الآلية. طيب the poor people lived crowded together in agis in the old part of the city. Agis in agis اسم، اها عاشوا في agis، طبعا اسم جمع سبقت ب n فهذه agis. طيب they live very ugly on rice and potatoes. They live very ugly انتهت ب ly ايش حتكون؟ حال، تمام ممتازه يا سما. خلينا نشوف ايش مطلوب منا الان. في عندكم الثلاث كلمات او الاربع كلمات هاي، بدنا نبدل كلمه agi بهاي الكلمات. صرتوا ما عارفين معناها cherish, frail, slums, frugally، عارفين معناهم، فبدنا نبدل هدول الكلمات بهدول الكلمات. خلينا نجي على الأولى، إيش ممكن نبدلها؟ أجي بدل مين من هدول؟ مين من هدول أصلاً صفة قلنا؟ frail، فبتصير frail. الثانية مين منهم فعل؟ أها cherish، تمام. الثالثة مين فيهم اسم؟ agis in agis slums، وآخر واحدة بتضلها frugally. وبهيك قدرت أعرف معنى الكلمة في كل سياق من غير ما أكون عارف معنى الكلمة في الأصل. فبالتالي كلمة أجي غير موجودة، ولكن السياق قرب لي المعنى، قال لي هذه ممكن معناها يكون كذا. فهذه طريقة بقدر أنا أخمن فيها المعاني. في عندي الأصوات pronunciation، شايفين الأصوات اللي موجودة قدامكم؟
هذه الأصوات بتظهر في الكلمات، هيك طبعا بنقدر نلفظ الكلمات. خلينا أورجيكم في الجزئية هاي. طبعا هتسمعوا الآن للكلمات هاي، بدي منكم بصمت طبعا، وطبعا هاي انتو هيك ميوتد. خلينا نعمل لكم كلكم انه ما تقدروش تحكوا. عيدوا ورا واسمعوا كيف الفرق، وشوفوا مين الكلمة الشاذة، في كلمة من هذول شاذة في اللفظ، حوطوا عليها خلال الاستماع. يلا تمام، فيش عندكم صوت، معليش. لا، أنا الحين بس بدي أعمل مشاركة تاني بحيث إنه يظهر الصوت، معليش. خلينا الآن أكدوا لي برضو، هيني بنتظر منكم تأكيد. Tape script 1.9 Pronunciation 1 Rose Goes Does Toes 2 Meet Beat Great Street 3 Paid Made Played Said 4 Done. Phone. Sun. One. الآن بدي تلاحظوا بس كيف الأول هنا O، لكن هذا A، فهذه قلتها rose، goes، does، toes. هنا قلت E، هنا قلت A، فإيش قلت؟ meet، beat، street، لكن قلت great، A. الآن A مع A، paid، made، played، لكن قلت said. نفس الآلية، done، phone، son، one. ففي عندي phone هي الشاذة، فبالتالي صار عندي الكلمات الشاذة كما يلي. تمام، ننتقل للجزئية اللي بعدها واللي بتحكي عن الوورد فورميشن. في عندي نوعين يا جماعة من الأشياء بقدر أشكل فيهم كلمات، هم البريفكس والسافكس. البريفكس هم بادئات الكلام، زي الرموز، لا مش معاكم يا سحر، وإنما لفظ الكلمات بدك تكون عارفة، لأنه ممكن أسألك مين الكلمة المختلفة من الكلمات هذول في اللفظ. خلينا نرجع للنقطة، البريفكس هي بادئات الكلام، زي إم في كلمة impolite، إم هي بادئة الكلام وغيرت معنى الكلمة اللي كانت polite معناتها مؤدب، impolite صارت غير مؤدب. creation الـ ION هي suffix وهي نهاية الكلام أو خاتمة الكلام. create معناتها يخلق، creation خلق، فالـ ION هي بنقول عنها suffix. الآن الكلمات اللي انتم شايفينها أمامكم هي كلمات، سوري، خاتمات، suffix، بينهوا الكلام لكلمة act وبيتغير. لو قلنا actress فنانة، action اللي هو الحركة، يعني ممكن يكون action movie مثلا، acting التمثيل، active نشيط، activities أنشطة،
الآن بدنا نيجي نحل الأسئلة هاي. خلينا نحكي بصوت الآن، معلش. مين بنشوف؟ نشوف شروق، شروق عبد المدهون إذا حابة. السؤال الأول. My grandfather is 84 but he is still very active. Very active. تمام. خلينا نشوف إيمان أبو مدين. السؤال الثاني. إيمان. My sister, an actress. She is often on TV. تمام. Very well done. Number three. مين؟ طب يلا يا سحر سمعينا صوتك في number three. يسرى بشويش number three. Acting is not always a well paid job. هنشوف أمل. أمل مكاوي number four. Number four, this is not a time to do nothing. It is a time for activities. هيا ظهرت عندك action. تمام. ارفع ايدك يا سحر وانا بسمح لك تحكي. هنشوف سمر ملتجة لاخر سؤال. سمر. We do a lot of يا سمر ليش سكرت المايك؟ افتحي تاني. We do a lot of activities. We do a lot of activities in class to learn English. Thank you يا سمر. وبهيك بنكون خلصنا السؤال هذا. الآن في عندي كلمات that go together. نقول عنهم collocations. كلمات هدول كلمات بيجوا مع بعض. هدول أفضل طريقة لنتعلم إحنا اللغة الإنجليزية. طبعا مهمين لأنه ممكن يجي منهم في الاختبار. عندي ست كلمات على الجهة اليمين وست كلمات على الجهة اليسار. بدنا نوصلهم. فبقول أنا cosmopolitan city بمعنى إنه مدينة فيها العديد من الثقافات، مش فقط ثقافة واحدة، متعدد الثقافات. بقول عنها cosmopolitan city. طب مين يعمل البقية؟ تسنيم يا تسنيم. مسموح لك يا تسنيم. طيب ملك. Well paid job. Well paid job. تمام. Very well done. إسراء. مراد. إسراء. إسراء. طب يسرى. طب إيمان النبهين. close knit family. Close-knit family يعني عائلة ممتازة جدا يا إيمان. خلينا نشوف تاني. إيمان أبو مدين. Drive carelessly. القيادة بحذر. لا مش بحذر، بتهور أو بلا مبالاة. نور سامي. طب ارفع ايدك يا نور لانه مش حقد ادور، ببين عند اللي رافعين ايديهم. نور يا نور وين نور؟ مش لاقي اسمك عاد يا نور. نور سمير. رفعت. تمام يلا يا نور. Fall in love. Fall in love. Fall in love. Love مش سقط في الحب، لا يعني يحب أو يقع في الحب. تمام.
ما بنفعش ما نقول سقط، بحيث انه خلص هو المصطلح هيك. ايه شويه، ايه يا ايه الدلو اعتقد، ايه تمام. win a race، win a race انه يفوز بسباق. شكرا يا ايه. فاخر اخر نصيحه بدي اعطيكم اياها هي عباره عن عده نصائح حقيقه، انه كيف انا بدي اخلي هيك كتيب صغير في كلمات لغه انجليزيه بحيث انا اتعلم. زي ما حكيت لكم don't just translate words، ما فقط تعتمدوا على الترجمه، لانه هاي ممكن تتعلموها فقط على قد الاختبار او على قد المحاضره وبعدين تنسوها. guess the meaning from context، دائما حاولوا خمنوا الكلمات، ما ترجعوش للقاموس، خمن الكلمات زي ما تعلمت اليوم من خلال السياق تبع الكلمات. decide the part of speech، حددوا حتى في قطع الريدنج، حدد ايش ال part of speech، هل هي اسم فعل حرف جر، ايش هي؟ حددوا، لانه هذا بيساعد وبيقرب عليك كيف انت ممكن تحددي معنى الكلمه. draw pictures to illustrate words and the meanings of prepositions، ارسموا صور عشان توضحوا معنى الكلمات وتفهموها كمان، ومعاني حروف الجر ايضا. record words and any groups under topic headings like sport، جيبوا الكلمات اللي تتعلق مثلا بالسبورت وحطوها بدفتر معين. جيبوا الصفات لوصف شخص معين وحطوهم في ورقة معينة، فبالتالي بعمل تصنيف لكل شيء بتعلمه، بيساعدني بشكل كبير انه انا احفظ الكلمات واخليها حتى لما اجي استرجعها بعرف من وين اجيبها، من عقلي اقصد كمان. write context personalized examples for new words. example I'd like to settle down in my hometown. دائما استخدموا الأمثلة لأنها بتساعد بشكل كبير على الفهم وحفظ الكلمات. استخدم أمثلة للكلمات اللي تعلمتها جديد، لأنه هي تعتبر أفضل طريقة لتعلم الكلمات إنه أنا أحطها في سياق. كمان record collocations، تعلموا دائما ما تحفظوش كلمة لحال، تحفظ الكلمة وما يأتي معها، يعني الفعل وإيش كمان في كلمة بتيجي بعده. حرف الجر نفس الكلام، أي كلمة تعلموها تعلموها ككولوكيشن. فمثلا an interesting background، لأنه هيك بتتعلم أفضل وأحسن. learn and use phonetic symbols to help you with the pronunciation، طبعا يعني اسمعوا الكلمات والفظوها صح، هذا شيء مهم جدا بالنسبة لكم. do everyday tasks in English to help you recycle vocabulary، حاولوا للي تخصصهم انجليزي خصوصا اكتبوا قائمه بالاشياء مثلا اللي بدكم تتسوقوها بالانجليش، اشياء بدكم تعملوها في يومكم بشكل دارج برضه بالانجليش. واخر شيء design vocabulary test for other students. وبهيك نكون خلصنا محاضرتنا، خلينا بس نشوف اسئله. الوحده المطلوب فيها يا جماعه حكيت انا كلمات، قواعد، قطعه. الاختبار الأسئلة مثلا نمط القطعة زي ما جبت لكم إياه، ممكن يكون صح وخطأ، ممكن يكون اختر، يعني ممكن يتنوع. تمام، صح وخطأ زي ما تواجهكم، اختر برضو زي ما تواجهكم، بس بكون على يعني نفس الأسئلة ممكن أجيب ولكن أغيرها، بدي أتأكد أنتم فاهمين ولا لا، أغير يعني بعض الكلمات. المحاضرة راح تحطها على المود اليوم إن شاء الله، ممكن تنزل على المود الأسئلة تاعت القطعة. نازلين، أنا الحين بس حضر لكم إياهم. تمام، شو الأسئلة اللي ممكن تيجي على هاي الوحدة؟ حتشوفوا في الكويز إيش الأسئلة من الجرامر ريفرنس. طبعا حتيجي الأسئلة عن القواعد يا جماعة في الوحدة هاي، من الجرامر ريفرنس اللي نزلت لكم إياه، وحتيجي كمان من الأسئلة اللي ورجيتكم إياها قبل شوي أول اللقاء، هيجي منهم الكلمات راح انزلهم على المودل. وفي كلمات للوحده برضه حرفع لكم اياهم على المودل ممكن تستفيدوا منها.
الكويز يوم السبت بإذن الله، ويا جماعة لذلك أنا بقول لكم الحضور مهم. طبعا أنا بدينا اللقاء في 49 والآن صار 37، فالآن أنا أحمل قائمة بأسماء الطلبة حيث إنهم يضلهم عندي. بالنسبة للاختبار عشان نختم، الاختبار حيكون يا جماعة يوم السبت من الساعة 7 صباحا للساعة 8 مساء، حيكون معاكم ساعة كاملة تحلوا، حيكون معاكم محاولتين كمان تحلوا فيهم. المحاولة الأولى لو صار معاكم خلل أو شيء بكون في معاكم محاولة ثانية عشان محدش يتغلب، تمام؟ فصعب المحاضرة تكون على جوجل ميت، لأنه حاولت والله يا نور ما بينفع، تمام؟ كم سؤال حتشوفوا؟ تقريبا يمكن 20 سؤال بس، عادي يعني ما تدقوش على العلامات، يعني أقصد العلامة تبعت الكويز من 20 هتكون لأنها وقته معاكو ساعة، وقت ما تفتح الاختبار حيكون معاك ساعة. الاختبار في القواعد بس؟ لا مش كلهم في القواعد، الاختبار تبع السبت حيكون في القواعد، أما مش كلهم حيكونوا في القواعد، يعني في اختبارات تانية حتكون في القطعة والكلمات، وبنشوف احنا كيف. احنا عشان الوقت تجاوزنا يعني الوقت الآن، يعطيكم العافية، وأي استفسار كمان بإمكانكم تتواصلوا معايا على التليجرام. بعرف يا إسراء بإمكانك ترفع إيدك وأنا بأسمح لك تحكي، ما بديش حدا يحكي من غير إذن. اختبار السبت الجاي بس بالقواعد أظن يعيد، تمام؟ وأنا عندي مدرسة يوم السبت، عشان كده يا آمنة أنا معطيك إياه من الساعة 7 صباحا للـ 8 مساء، في أي وقت بتحل يعني. وأنا كمان عندي مدرسة صباحي والله يا آمنة، تمام؟ يعطيكم العافية وكل التوفيق لإلكم، وأتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله غدا، واليوم ليلة سعيدة، يعطيكم العافية.